في الحكومه ديالنا ولا في مجلس القياده راه غيكون واحد الحمل الشعب ديال المخابز الحلويات واخا حل مفروض عليه حفل. حنا كمقاوله مواطنه اذا كانت السلطات الصحيه استثمارات كاينه والحمد لله والعمل كاين جبار وهانتوما كتشوفوا كذلك. اولا اول حاجه اللي غنقولها لكم القيمه لك هي واحد العدد ديال الناس اليوم سادين ارقام اللي تقريبا نقول لك 21% ما قدراتش تستلف النشر ديالها. انا قلتها لك ما قدراتش علاش؟ لان عندها اكراهات عندها متاخرات. اليوم باش يمكن لك في اي نشاط اذا كنت كتبني مشات لك السيوله باش يمكن لك تعاود تبني خصك السيوله. هاد الناس خصهم سيوله باش يخلص. اولا تكون واحد المقاربه بالنسبه للدوله في الضمان الاجتماعي وفي الضرائب اللي هي معروفه، تكون واحد لينا واحد التاجيل او واحد طريقه التعامل بحال ذوك القروض اللي خرجت ديال الاكسجين وديال رولونس اللي حقيقه المقاولات الصغرى والمتوسطه والصغرى جدا ما استفدتش. هذا واقع كنعيشوه نظرا للبيروقراطيه اللي كاينه داخل الابناك. هذا كاين قرارات خرجت ولكن التطبيق شيء اخر. اليوم ملي كنهضروا على القوانين كنهضروا على الرؤيه ولكن ملي كنجيو نفعلوك في ارض الواقع كنلقاو مشاكل كثيره اللي مطروحه. اذا هذا تنقولها على انه او لا زال القطاع يترى اول في التوقيت راكم كتعرفوا عاده كنحلوا من 6 ل 10 الليل دابا ولينا كنحلوا من 7 حتى 8. اذا كاين 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 حنا اللي كنطالبوا به وهو ان القرارات ما تبقاش الدقيقه 90. يعطيونا رؤيه من دابا الحمد لله باقي 4 اسابيع لرمضان يعطونا رؤيه القطاعات كلها لا ديال المطعمه ولا قطاعات ديال العلامه التجاريه قطاعات ديال المخابز والحلويات قطاعات ديال المقاهي اشنو اللي غادي يكون. حنا عرفنا السنه الماضيه جات في ظروف اليوم الحمد لله الدوله عندها تجربه متواضعه عرفاش كيفاش تدبر وحنا نتمن جميع التدابير اللي كتخذ الدوله في هذا الاطار لان هي التي تعرف مكامن الخلل وتتعرف الوباء فين وصل وحافظه داك الشيء. والحمد لله حنا نثق في الدوله ديالنا تنثق فيها تنعرفوها بانها كتدبر المرحله والحمد لله حنا راه استثناء وراك الشيء الحمد لله نجحنا جميع المعايير وانتم كتشوفوا الحمد لله النماء والرخاء اللي جاي وانتم كتشوفوا رغم الازمه كاين الاستثمارات في البلاد ها هي تتحرك جميع فين ما مشيتي في المغرب والدارية ذلك الحمد لله هي المصداقيه اللي رجعت لنا بالشرعيه والحق اللي رجع لنا بالاعتراف ديال الولايات المتحده الامريكيه بصحراء مغرب بمغربيه صحرائه. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على انه الحمد لله وانت كتشوف واحد عدد القنصليات كيتحلوا ديال الدول ومنهم الدوله العظمى اللي هي الميريكان. فهذا كله يبشر بالخير. كاين هذا الوباء خصنا نتعاملوا معاه مستقبلا ونتعايشوا معاه كيف تعايشوا الاباء ديالنا والاجداد ديالنا مع العدد ديال الامراض اللي كان بحال الطاعون بحال التيفوس بحال الكوليرا بحال ايبولا بحال فما خصناش ولكن خصنا ننجحوا هذه عمليه التلقيح الحمد لله خص الاولى والثانيه ونمشيو واحد الوقت حتى كيف قالت السلطه او كيف قالت الدوله نوصلوا على الاقل واحد 83 باش يمكن لنا نعاود نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا اللي كنتمناها بشغف كبير باش نسترجعوا العافيه ديالنا ونسترجع الاقتصاد العافيه ديالو وترجع السكينه وتكون التلاقي وتكون صله الرحم وتكون الزيارات وتكون هذا كل عام. راه سنه هذه ما شفنا لا حفلات ما شفنا لا زفاف. حتى اليوم كل شيء كيدار حتى ديال الحفلات ديال العزاء حتى هما كل شيء كيدار في اطار التدابير الاحترازي وهذا الشيء راه بصراحه كيبين لك النضج ديال الشعب المغربي.